انا كنت عايز احكي على ظاهره شفتها قريب، بتجيلي دلوقتي بنات بيشتغلوا وبعدين يروحوا مغيرين الشغلانه بتاعتهم عشان هم عايزين يترقوا، بتجيلها عرض اعلى من الشغلانه اللي هي فيها، فتروح العرض فما تتبسطش. ليه؟ لانها فقدت جزء اساسي من اللي كانت فيه، اللي هو العلاقه بالزملاء والعلاقه بالمكان والصحبه اللي يبقى لها سنين فيها، فتروح سايبه الوظيفه الاعلى وتروح راجعه تاني للوظيفه الاقل. ده جاي منين؟ وتبقى مستريحه، خدي بالك. يعني شفت حالتين في اخر 3 4 شهور بالشكل ده، وشفتهم بعد ما رجعوا تاني للوظيفه بتاعتهم. هنا هي بتعلي من شأن نفسها أكتر من شأن الإنجاز. هنا هي بتقول إن الوظيفة مش أهم مني، أنا أهم من الوظيفة. راحتي النفسية، الناس اللي أنا هعيش معاهم، المكان اللي أنا تعودت عليه أهم بالنسبة لي من الإنجاز. ده اللي أنا بتكلم عليه، إنه ركزوا على الحياة اليومية بتاعتكم. يبقى علاقتك بالشغل هو علاقة منظومة كاملة، في علاقات، في مشوار بعمله، في فلوس حتى لو قليلة، في حاجات بتعلمها يوم بعد يوم اكتر من ان انا، لا انا زهقانه، لا دي مش الشغلانه اللي انا كنت عايزاها الى اخره، لغايه لما يحصل فيه حاجه تانية تديلي فيها. يعني في ناس دايما بتقول مثلا لا اخرجي بره الكومفورت زون بتاعتك، اخرجي بره الحته اللي انت حاسه ان انت مرتاحه فيها، جربي حاجات تانية. لما الكومفورت زون بتاعتك تبقى مش كومفورت زون. فاهمه كلامي؟ احنا نتمنى ان احنا نعيش كلنا في الكومفورت زون. كومفورت زون يعني المكان اللي احنا بنستريح فيه. مين فينا مش هنلاقي ده بتوصلي له بعد بالظبط بقول لك سنين طويله. ايوه عندي اتنين مش وقته يعني كانوا بيشتغلوا، اتنقلوا اترقوا وبقوا مديرين في الوظيفه بتاعتهم، وتعبوا جدا نفسيا واضطروا ان هم يرجعوا تاني للوظيفه بتاعتهم واستريحوا وبقوا مطمنين. فمين قال ان احنا هنفسنا في الكومفورت زون ونفسنا في المكان اللي هنستريح فيه؟ يعني. وانا شايفه ان فكره ان احنا ما نبقاش عايزين نجرب ده ظلم ليكوا انتوا شباب. يعني فكره متعه التجربه طبعاً في حد ذاتها بتدي انديوس دورفين. يعني فكره انك تجربي شيء انت مش عارفينه، وفكره انك تجرب كارير انت مش ما دخلتوش قبل كده. زي انت النهارده عايز تبقى مخرج، بس انت مش جاي لك فرصه المخرج، انت عندك ممكن تبقى مونتير، ممكن تبقى مصور، ممكن العب كل الالعاب اللي ليها علاقه باللي انت بتحبه، لان في وقت وقت هيجي لك ده. فكره ان انا اقعد في البيت مكتئب او الاقي نفسي في حاجه تانية. لكن انا عايز اقول برضو على حريه التجربه، برضو هي بتيجي على حاجات تانية نفس اللي حضرتك قلت عليها، فكره ان انا مش هلاقي اصرف او فكره حريه التجربه دي، مش انا لازم اجرب، بس هتيجي على حساب حاجات تانية. لو عندك فرصه عندك فرصه انك تجرب، بمعنى انك انت لو مسنود سنده كويسه، سواء انت محوش فلوس من شغلك بالزبط، او عندك سنده كويسه من اهلك وعندك فرصه انك تجرب، لا جرب طبعا. صح. لو انت عندك كومفورت زون زي ما كنا بنتكلم تقدر ترجع له. يعني الناس اللي انا بتكلم عنهم اللي هم كانوا مطمنين للشغل بتاعهم بس قرروا ان هم يتنقلوا ينطوا نطه ما عجبتهمش راحوا راجعين، اعمل ده، نط النطه وشوف ايه اللي هيحصل. لو ما عجبتكش ارجع تاني للحته. المهم ان انت لا تكتئب طبعا ولا تحبط، ودايما يبقى في خطه بديله وخطط بديله، ودايما يبقى عندنا ان الشغل ده هدف في حد ذاته، مش انا بشتغل ايه، على قد ان انا بشتغل فبنمي شخصيه ومهارات وعلاقات، وانه في سبيل انا شخصيا انا بعمله عشاني انا، مزبوط، مش عشان الشغل ولا عشان اي حاجه تانيه.